دلوقتي لجولة سريعة في أبرز عناوين الصحف العالمية، واللي هنبتديها مع الصحف الإسبانية وصحيفة ماركا اللي اهتمت صحيفة بفوز أتلتيكو مدريد على اختافي بصعوبة بالأمس بهدف بلا شيء، وكتبت أتلتيكو مدريد يبدأ بفوز، كما ركزت على نتائج الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وكتبت ريال مدريد أول متصدر. كمان اهتمت الصحيفة بالبرازيلي نيمار، وكتبت حيرة كاملة في باريس سان جيرمان بسبب نيمار، وأخيرا تحدثت الصحيفة عن الويلزي جارس بيل وكتبت بيل عادة من بعيد. نروح من ماركا إلى صحيفة سبورت اللي ركزت الصحيفة على مفاوضات نادي برشلونة لإعادة نيمار مرة أخرى، مؤكدة أن المفاوضات بين برشلونة وباريس سان جيرمان مستمرة في التطوير، وتحدثت عن تفاؤل برشلونة في التوصل لاتفاق قبل نهاية فترة الانتقالات، كما اهتمت بالبرازيلي كوتينيو وكتبت قصة فشل كبيرة. الصحيفة اهتمت أيضا بخسارة إسبانيول على ملعبه أمام إشبيلية وفوز أتلتيكو مدريد على ختافي بفضل هدف موراتا. لسه في الصحف الإسبانية وصحيفة موندو ديبورتيفو اللي اهتمت الصحيفة بالبرازيلي نيمار وكتبت نيمار سيلعب في برشلونة. كمان تحدثت عن وصول كوتينيو لميونخ لإنهاء إجراءات تعاقده مع البايرن. الصحيفة كمان اهتمت وتحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على اختافي وكتبت موراتا ينقذ 3 نقاط وجواوا فيليكس يصاب. وكمان تحدثت عن جارس بيل الذي تحول من غير مرغوب فيه إلى حاسم في لقاء واحد. الصحيفة اهتمت أيضا بخسارة إسبانيون أمام إشبيلية. روح لصحيفة الآس اللي ركزت بدورها على صفقة نيمار، لكن من ناحية ريال مدريد، وكتبت ريال مدريد يواصل هجومه ضد برشلونة من أجل خطف نيمار. كما اهتمت الصحيفة بتعافي الأرجنتيني ميسي الذي يسارع الزمن للعودة للعب في أقرب وقت. انتقل من الصحف الإسبانية للصحف الفرنسية وصحيفة لوكيب اللي ركزت الصحيفة على خسارة باريس سان جيرمان أمام ستاد رين بهدفين الهدف في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، وكتبت راعد رين يصعق باريس. نروح من فرنسا لإيطاليا وصحيفة كوري ديلي سبورت واللي ركزت الصحيفة على المهاجم الأرجنتيني إيكاردي الذي ما زال مصيره لم يحسم حتى الآن، وتحدثت عن تحديد نابولي لموعد لحسم هذه الصفقة. كما اهتمت بتعادل تشيلسي أمام ليستر سيتي وكتبت بدون ساري تشيلسي لا يفوز. لسه في إيطاليا وصحيفة تيتو سبورت اللي تحدثت الصحيفة عن صفقات إنتر ميلان وكتبت سانشيز نعم ديبالا لا. كمان الصحيفة اهتمت بمصير المهاجم إيكاردي وهيجواين وقالت مصير المجهول للثنائي قبل أيام من بداية الدوري الإيطالي. ننتقل من إيطاليا لإنجلترا وصحيفة ميرور سبورت اللي اهتمت الصحيفة بعودة فرانك لامبرد لملعب تشيلسي كمدرب للفريق، لكنه اكتفى بالتعادل أمام ليستر سيتي، وتصريحاته بعد اللقاء اللي قال فيها كنا أفضل حين خسرنا 4-0 في إشارة منه للخسارة في الجولة الأولى أمام مانشستر يونايتد. كما تحدثت عن اقتراب التشيلي سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد من انتقال لإنتر ميلان. بكده تكون جولتنا في الصحف العالمية خلصت.